Success Turkman. Em ab zamane shirine ma ke kurdi gazi khodaye khod ker. Spas bo bares Sheikh Shamo. Ayin un natawaji. لا يعقل أن يصوت أعضاء كتل برلمانية تابعة لأحزاب لتشكيلة وزارية لا يعرفون عنها شيئاً، لم يتم اتفاق عليها سابقاً. لذلك كل هذا الحديث عن ناس غير سياسيين لا أدري كيف سيحلون مشكلة العراق. المهم بالنسبة لإقليم كردستان هو التعامل مع عقلية تقبل الدستور، وكل المشاكل التي يقال أنها مشاكل بين بغداد وأربيل أو ما يصور بأنه جدول لمطالب كردية في الحقيقة كلها ناتجة عن عدم التزام الحكومات العراقية المتعاقبة بالدستور. لذلك إذا كان هناك اتفاق مع عادل عبد المهدي فهو اتفاق مع حكومة، ولا يمكن أن ننتظر كل مرة تشكل حكومة جديدة ويتم التفاوض من الصفر. قضية بيد الأحزاب، يعني الأحزاب الموجودة اليوم في السلطة هي اللي راح تقرر عبر ممثليهم في البرلمان. لا يعتقد بأن تصوت عليه هذه الكتل السياسية إذا كان اختياراته بعيدة عن مصالحهم، ولهذا لا يتوقع أن تكون كابينته مختلفة كثيرا عن الكابينة السابقة. هذا الأمر نفسه طبعا يجري على الجانب الكردي، عندما ينظرون إليه يرون بأنه غير قادر على أن يقوم بأي شيء، غير قادر أن يخرج عن صراعات أو مصالح الكتل السياسية الأخرى. Thank you.